نحن الآن في مواقع العمل لمشروع تقاطع الصدرين المجسر في وسط المحاور تقريبا. مراحل العمل والإنجاز في المشروع وصلت إلى تنفيذ الروافد الصندوقية اللي عددها تقريبا 65 رافدة صندوقية، المتبقي منها 12 رافدة صندوقية في أعلى النقاط ارتفاعا. من المؤمل إن شاء الله إنجاز هذا المشروع بالكامل ويكون مفتوح للخدمة في مطلع عام 2024. الآن بدأ العمل في المراحل النهائية للمشروع، في أهم مراحله وهي المراحل العالية للمشروع. أولا والتقاء المحاور، جميع المحاور تلتقي في نقطة واحدة وهي أعلى نقطة في المشروع، تقريبا ارتفاعها 23 متر. إن شاء الله العمل على في وتيرة متصاعدة ليل مع نهار، وإن شاء الله العام المقبل يكون إنجاز المشروع.